مرحبا بكم من جديد في التاسعة. فوت قبل الحديث على المنتخب الوطني ونبيل المعلول المدرب الجديد للمنتخب، لاعب من اللاعبين اللي برزوا البارح في مباراة الديربي خليل شمام في هذا البورتري، وبعد نرجع. تصور كل واحد معناتها يحب يعمل التجربة ذي، بشوف شنية الاحتراف البرة، شنية الكورة البرة، وحسبي أنا وقت كي تقول المخ معناتها ساتوري، جا الوقت اللي باش نشوف تجربة. خرجت شفت العباد شنو تخدم باش تلقى نتيجة من بعد. اللي صار بالضبط معناتها رجعت حكيت مع سي حمدي رئيس النادي، تقابلنا حتى الكونترا معناتها ما كانش فما طلب خاص من عمي، وين هكا شويه معناتها نشد الريتم تاع الماتشوات ونشد الفورم نتضرب. جات المرضى اللي خلتني نبعد شويه، مي بعدت مي في الفتره هذيك اللي مرتاح فيها تخممت في برشا حاجات، وكان نشالنج بيني وبين روحي باش نتغلب على الشيء هذا. متوقعين اللي باش يكون ديربي صعيب. نتصور الهدف الاول سهلنا برشا حاجات، سورتو كي تمركي من الاول في ديربي عنده امباكت بسيكولوجيك كبير برشا، وهذاك هو اللي صار معنا. ومن بعد بالهدف الثاني نجم نقولوا معناتها قعدنا نجاريو في الماتش، ما حبيناش ناخذوا برشا ريسك. الاوبجيكتيف الاولاني في المرحله هذه هي البطوله، مازال ما تلعب حتى شيء، توا مر على رجل الاخير، تعب نتعم كامل ما لازمش يمشي كاكا. اللي تبدل نتصور معناتها نعرفوا اللي سي فوزي اكزيجون برشا في التمارين، معناتها من اول مهاجم هو اللي يبدا يدافع مع الدفاع، الخط الهجومي قاعد يقدم في مردود كبير. كما يقولوا معناتها حديد في حديد، هو المجموعه نتصور ليكيبات الكل النيفو قريب لبعض، بتات بس الحاجه الخايبه في المجموعه هذه هما التنقلات. نتصور الاداره معناتها ماهيش مقصره معنا في الشيء هذا، ان شاء الله كل شيء يبدا مسهل، ونحن من الجهه نتاعنا ان شاء الله نردوا لهم الشيء هذا على التيران بالريزلت الباهي ان شاء الله. بتات الطرفه هي اول عام دخلت فيه نلعب، خويا الكبير كتب لي ورقه مازالت عندي لتوا، اللي انا باش نكون بين المجموعه اللي باش تهز رابطه الابطال ونمشي لكم ديمون ان شاء الله. وهذاك هو اللي صار معناتها سوفينير تحفون برشا، وان شاء الله على شلي تعاود ان شاء الله على قريب ان شاء الله. اسامه تربيت انا وياه، اسامه كي خويا، وحتى حد ما نجم بدل هذا. أسامة ولد لسبيرونس وعطاه للترجي، وحتى حد ما نجم يبدل هذا. اللقطة هذيك ديجا قلتها معناتها حتى زوج صحاب كي يلعبوا في ضد بعضهم في حومة مركب وانتو معناتها واحد كي تفاد ليك كي باش تيخ عليه في وقتها وكا هاو ديك بيزار، باش حاجه ما تنجمش تتوقعها تشوف اسامه لابس ماريول غير لسبيرونس. ماناش هاربين على بعضنا، ترجي عائلتي وانا ولدها، دونك ما بقدرة ربي بعد المرحله هذه ان شاء الله يكون التجديد ان شاء الله في تونس. مش قلت مش صعيب برشا، مستحيل باش نلعب في جمعيه غير الترجي. نبيل، نجم اللاعب هذا يرجع للمنتخب الوطني؟ اي لاعب معز يكون في الفورمه انا ما يهمنيش، ولو هو معناها
خليل اللي ني 87 معناها ماهوش كبير عمره 30 سنه كيف وكيف الدراجي معناها سي لا ميم جينيراسيون من افضل اللاعبين نتاع الترجي في العشر سنوات الاخيره وكان وراه معناها حصول الترجي على العديد من الالقاب اي لاعب باش يكون جاهز اي فريق مهما يكون عمره في تونس ولا البر يكون موجود في المنتخب بدون استثناء هو كيفاش تشوف المردود نتاعو هو اليون سوبر فورم معناها في الفتره الاخيره قاعد يقدم في مباريات كبيره قاعد يقدم في الاضافه فيزيكمون لاباس عليه معناها خليل اللي عرفته انا معناها 2011 2012 2013 سورتو خليل جوست ملاحظه صغيره خليل تبدل برشا من ناحيه النضج العرس بدلوا ريضوا لا بالحق نضج انا مع بعضنا من 2011 حتى 2014 خرجت ومازال يلعب لكن تبدل برشا من ناحيه النضج التكتيكي فما برشا حاجات زاد في لعبه ولا قبل ساعات اللي امبورتي في وقت خايب في التايمينغ نتاعو خايب توا خليل فريمون اللي لو جوار بارفي ممكن حتى من ناحيه التجربه القصيره اللي عملها في جيماريش نفعته برشا لانه راه مستوى اخر راه نيفو اخر راه ملاعبيه النيفو نتاعهم عالي حاجه اخرى خليل راه تعرض لبرشا صعوبات كرجع من اوروبا برشا اصابات ولكن كل مره كان يشد صحيح ويرجع المده الاخرانيه تعرض زاد للوعكه الصحيه خايبه ومع هذا يعني رجع سيجور بوليفالون بوليفالون يلعب على اليسار لعب في اللاكس ولعب ميليو تيران معناها تنجم تلعب وين تحب انت ولا قوه الشخصيه نتاعو بصراحه هي اللي خلاته اليوم يكون من احسن اللاعبين في المركز معز حكينا عليه الاسبوع الفارت ذكي برشا معناها توا ولا يعرف وقتاش يلتومبون وقتاش يلاتاك وقتاش يلونتيسيب وقتاش يلعب روتري عوده الندوه الصحفيه اليوم الصباح نبيل معلول ورئيس الجامعه التونسيه لكره القدم وعوده ايضا الى مسيره نبيل معلول في عالم التدريب وبعد نرجو بعد إعلان نبيل معلول مدرب جديد لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم تم تقديم اليوم الصباح الوسائل الإعلام نبيل معلول اون طونك بيرسون وحده ما عندوش قيمة أمام الشعب التونسي الكل اللي باش نحاولوا نفرحوه ونحاولوا معناها عندنا فرصة كبيرة حاليا متصدرين المجموعة مع منتخب الكونغو لكن احنا زادة عندنا حظوظنا وافرة وباش نحاولوا نعملوا كل ما في وسعنا باش نتأهلوا لكأس العالم أهم شيء نفرحوا معناها الشعب التونسي اللي يترقب فينا قربوا من اللاعبين الحاليين ودريتوا بأفريقيا مش هنا عمل فينال مع الشامبيونز ليغ وخذا الكوب اون 2011 الملاعبيه هذوما قراب منهم وقراب منهم اضافه لشخصيته تساعده باش ياخذ الجروب كما يلزم جمله المعطيات رشحت باش يكون نبيل معلول ناخب الوطن تجربه معلول مع المنتخب بدات كمساعد الروجيلو مير سنه 2004 العام اللي توج فيه منتخبنا باللقب بالقاره سنه 2013 معلول يرجع مرة أخرى للمنتخب كمدرب أول مهمته وقتها العبور مع النصور المونديال لبرازيل 2014 لكن الهدف هذا ما تحققش بعد الهزيمة في رادس ضد الكاب فير بعد المنتخب التونسي نبيل معلول يتولى تدريب المنتخب الكويتي خاض معه نهائيات كاس آسيا 2015 ومغامرة وفات عند الدور الأول معلول كانت له تجارب مع عدة أندية البداية كانت مع أولمبيك الكيف ثم النادي الإفريقي موسم 2004-2005 بعدها التجربة مع السيابي موسم 2005-2006 لكن تبقى التجربة الأنجح مع فريق الأمة الترجي والفوز بثلاثية تاريخية موسم 2010-2011 مرة أخرى وجهت معلول تكون خليجية بعد التجربة المحلية المرة هذه البطولة القطرية تجربة مع الجيش القطري سنة 2014 اللي فاز معاه بكأس قطر نبيل تجربة جديدة مع المنتخب الوطني بعد التجربة الأخيرة بعض يرى بأنه خذيت فرصتك سابقا مع المنتخب الوطني مرتين مرة في 2004 ومرة في 2013 وكانت غير ناجحة في 2013 خمس مرات اللي نذكرهم هذه خمس مرة في المنتخب مرتين مساعد ومرة مدرب المنتخب الأولمبي ومرتين مدرب أول ويبقى تبقى مباراة كافيري الناس كل قاعدة تحكي عليها لليوم الناس اللي ما تحبش نبيل معلول في المنتخب الوطني من جديد تقول بأنه خذ كل الفرص الممكنة ونهزم ضد فريق ما يسمع به حتى حد في راد سنادة فيلسف
معناها الهزيمة ضد الكابفير كانت عادية جدا، معناها الظروف وقتها معناها ما سمحت لناش، عنا برشا إصابات، عنا برشا أمور نعرفوا في الوقت هذاك اللي ما كانتش ماشية كما يلزم، خاصة في كرة القدم التونسية كان فما شوية تشنج معناها في الأوساط الرياضية. ما نحبش نرجع للفترة هذيك، أنا ما نعتبرهاش، لأنه أي مدرب ممكن يتعرض للعثرات، لكن إذا كان ننظر أنا معز من 2011 حتى 2016 توا، ما احنا مازلنا كي دخلنا 2017 تعديت بخمسه تجارب، معناها اربع بطولات مع الترجي، بطوله مع الجيش، تاهل للدور الثاني مع المنتخب الكويتي لولا الايقاف نتاع الفيفا، راهو المنتخب الكويتي مازال يلعب معناها في التاهل حاليا، معناها على سته مغامرات، واحد ينجح في خمسه ويفشل في واحده، تعتبر حصيله ايجابيه، وايجابيه معناها باتم معنى الكلمه، لكن انا نعتبر انه الوضعيه حاليا متغيره جدا، ثم الوضعيه اللي خديت فيها في المنتخب وقتها بعد سنتين مرت فيهم في الترجي، ترجي فيهم فاز بكل الالقاب، كان شويه فما هكا اون سيرتين انيموزيتي فيزافي للمدرب معناها نبيل معلول، عادي جدا لانه تعرف انه ما نقدرش نلوم على حتى واحد، لكن حاليا معناها الوضعيه شويه مغايره. المنتخب التونسي بصراحه لازم نعطيه كل واحد حقه، أحسن بكثير من الفترة هذيك، لأنه كاسبر زاك في المدة الأخيرة عمل خدمة متميزة حتى في الكوب دافريك، وهذا قلت وأنا من خلال التحليل، المنتخب التونسي قدم مستوى متميز، قدم نوعية كروية، وقعت بعض الأخطاء التكتيكية والفنية اللي توقع، وكل كما كنا نشاهدوا فيها في الدربي بالضبط، معناها ما نجموش، لكن فما تحس فما أنفان ولا موجود في الإكيب ناسيونال، تحس أنه ولا بالضبط، تحس أنه ولا فما معناها المنتخب التونسي غير ستيل نتاع اللعب نتاعو، ولينا اون امبوز لو جو نتاعنا، نصنعوا اللعب، نخرجوا الكره، نلعبوا القدام، برافو عليك، ولينا نلعبوا القدام، مش حكايه شوف مش حكايه ثلاثه ولا ثلاثه في اللاكس ولا اربعه التالي، لا سيت اون كيستيون معناها دابروش تنشيط هجومي ولا جماعي بالنسبه للمنتخب، الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبين اللي وسط الملعب، ولا تخليك عندك بن عمر، عندك الفرجاني، عندك سليتي كي معناها اون سيرتين اوتوريتي تكنيك اكسبسيونيل، عندك يوسف، لكن فما حاجه اللي مخوفتني انا توا هي البريود الحاليه نتاع نهايه الموسم، والبريود هذه كنت نخشاها معناها سواء كنت مع روجيه ولا لما كنت وحدي، لانه في نهايه الموسم فما تنقلات نتاع اللاعبين، عندك الخزري باش يبدل الفريق نتاعو، ساندرلاند اللي نزل، سليتي باش يبدل الفريق نتاعو، يوسف المساكني، هذوما ثلاثه عناصر اساسيه ممكن ذادا ايضا. الخزري باش يرجع للمنتخب؟ اي باش يرجع. قيمة ثابتة المنتخب، قيمة ثابتة، ممكن مش في المباراة القادمة لأنه عنده إصابة تعرض لها، والفرجاني وباش يعرض الفرجاني باش يرجع باش يرجع باش يرجع، معناها الناس الكل، السيد وديع الجري وضع معناها كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني، وإن شاء الله اللي باش يكون جاهز باش يكون موجود من المنتخب، ما عدا خزري اللي معناها ماخذ أوتوريزاسيون من عند السيد أوري كاسبر زاك، لأنه عنده زواجه يوم 10 جوان ما نجمش يوخره، والمباراة باش تكون يوم 11 جوان. باهي باش تكمل في اللي خدمه كاسبر زاك، معناها شكون دون لا كونتينيتي، ولا باش تعاود من جديد، عندك فلسفة أخرى، رؤية أخرى للمنتخب؟ لا سي فري معز، هو معناها كل مدرب عنده الفسمة نتاعو، عنده التفكير نتاعو، لكن ما نبعدوش على بعضنا برشا، خاصة أنه هو عمل برشا حاجات بوزيتيف، نحاولوا نبنيو على البوزيتيف، هذاك علاش معناها أصريت طبعا مع سي وديع انه باش نبقيو على نفس الاطار الفني اللي كان يخدم الكل، معناه اللي كان يخدم مع السيد هنري كاسبر زاك، سواء من مساعدين ولا من اطار اداري ولا مع تطعيم الاطار هذايا في الاسابيع القادمه، لانه فما مدربين باش يكونوا موجودين ينشطوا حاليا، فما بلاي اوف بلاي اوت بور نو با، معناها باش ما نشوشروش عليهم، عندهم مباريات مهمه سواء في البلاي اوت ولا في البلاي اوف، وان شاء الله في الايام القليله القادمه نعرفوا شكون باش يكون موجود. تحب تخدم اون ايكيب، تحب تعمل تيم كامل اللي يخدم كيما كنت كيما شوف معز، قداش من مدرب شكون معاك في المنتخب؟ شوف انا وقت اللي اول ما بديت ندرب في الترجي معناها سامحني قامت القيامه، جبت ثلاثه مساعدين، دو بريباراتور فيزيك، دو زونتونور دي غارديان، خالد معايا يثبت وجدي، كيفاش نية الحاله هذه؟ توا ولات معناها تقريبا الفرق التونسيه الكل تتعامل بالنوعيه هذه، علاش معناها اون اتفا ما دام عندنا، ورئيس الجامعه مشكور والجامعه مشكوره، وفرت لي كل الامكانيات، معناها كل الامكانيات، وكل انسان حاسس انه قادر معز باش يعطي الافاده للمنتخب سواء اداريا ولا فنيا ممكن يكون موجود في المنتخب، علاش ما معناها اون بروفيت با دو لوكازيون، ونحاولوا دائما رايين خير من راي، ثلاثه اراء خير من راي واحد، وانا خالد يعرف لانه خدم معايا برشا ثلاثة مرات ولا أربع مرات، سواء في المنتخب الأول ولا في المنتخب الأولمبي ولا في النادي الإفريقي ولا في الترجي الرياضي التونسي، أنه جو ترافاي ترو أون جروب،
معناها برشا نخدم مع الجروب ونستشير برشا المساعدين نتاعي وجو ديليغ معناها نعطي برشا ريسبونسابيلتي للناس اللي تخدم معايا. سا سي تري امبورطون، سا هذه الخدمه نتاع الاو نيفو اللي معناها حبيت ننستوريها انا في تونس من سنه 2011، كليت عليها برشا العصا، لكن هاو حاليا معناها كل الفرق تقريبا اللي موجوده في تونس ولا تعمل بالشكل هذا. العقد عقد اهداف ولا دقيقه نكمل، العقد عقد اهداف ولا عقد مفتوح؟ العقد سنتين، ما حطيناش فيه اهداف، العقد سنتين، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله نمشيو للروسيا، هي اهم شيء، هو الاوبجيكتيف نتاعنا معز. علاش دائما نقولوا روسيا 2000؟ لانه عندنا مباراه واحده بالنسبه للكوب دافريك اللي هي ضد المنتخب المصري، ومن بعد المباريات كلها بعد مباريات كاس العالم، عندك اربع مباريات ورا بعضهم، لو 28 اوت مع الكونغو اي لو 2 مع الكونغو 2 سبتمبر، ومن بعد مباراه ضد غينيا في اكتوبر، ومباراه ضد المنتخب الليبي ان شاء الله. لكن ان شاء الله احنا الاوبجيكتيف نتاعنا اربع نقاط، اذا كان ما جبناش سته ان شاء الله ما نكونش طماع برشا، اربع نقاط في مباراه لو 28 ولو 2 تحل لنا الابواب معناها مفتوحه، تكون الابواب مفتوحه للتاهل ان شاء الله. لكن ما ترشحش للمنتخب الوطني الى لقاء روسيا، يبقى نبيل معلول مدرب المنتخب ولا يغادر المنتخب؟ ان شاء الله باش نترشح. لا انا قلت انا مسبق الخير، انا مسبق الخير، اما لو كان ما ترشحش تبقى في المنتخب ولا تغادر المنتخب الوطني؟ لانه العقد ما يكونش فيه اهداف. ان شاء الله باش نترشح باذن الله باش نترشح. مش حابب يجاوبني كاو، ان شاء الله انت وخلاص مشكك معز كلمه على شنو اللي تبدل ما بين نبيل معلول 2013 ونبيل معلول 2017؟ معناها انت حكيت لنا على الفرق اللي مريت بهم وعلى التجارب الكبرى معناها اللي كانوا لك مع الفرق الوطنيه حتى مع الكويت ولعبت دي كومبيتيسيون انترناسيونال، شنو اللي تبدل معناها في نظرتك انت للكره التونسيه ما بين 2013 وما بين 2017، ساشون كو الجروب تاع وقتها كي نقارنوه بالجروب تاع الكان 2017 براتيكمون اقل من شطر. واضح، ما تبداش تجاوب في بلاصته، خلي هو يجاوب. لا لا جوست اولا صادق، معناها في السنوات الاخيره لو فوتبول اي نورمالمون ايفولوي سواء سور لو بلان اتليتيك معناها من الناحيه البدنيه ولا خاصه من الناحيه التكتيكيه والفنيه، هذه الحاجات اللي كنا احنا اجور. فما حاجه معناها في المده الاخيره تحصلت معناها ممكن من المدربين القليل اللي موجودين في تونس على اعلى شهاده تدريبيه موجوده في العالم، معناها الابرو اللي هي موجوده. حكينا عليها، حكينا عليها، انت حكيت عليها، شكروك في غيابك حق المره اللي فاتت. انا عامل ريبورتاج باش نقول لنبيل معلول هل يكون مدرب المنتخب الوطني؟ في بين الناس باش تقول اي وناس باش تقول لا ويصير ان ديبا. جماعه الكل خمسه قدام كلهم قالوا فما حاجه اخرى مهمه، معناها دربت من افضل المنتخبات اللي موجوده في الخليج واللي موجوده معناها في البلدان العربيه، واكثر منتخب متحصل على كاس الخليج اللي هو منتخب الكويتي، شاركت في كاس اسيا. هو اونترينمون، ممكن من اونترينمون ممكن تغير شويه تفكيرك، معناها كل نهار يزيد كل موسم يزيد، فما تطور كبير معناها في التفكير وفي النظره لكره القدم بدون ادنى شك. فم لاعبيه جدد بنسوخ خير في البطوله نتاعنا الوطنيه ولا يعربوا البرا؟ كيما قلت لك نعاود كلامي، عندنا برشا لاعبيه جدد معناها ان شاء الله نحاولوا دخلنا اون كونتاكت معناها مع يوان بن عنوال اللي متالق حاليا مع ليستر سيتي، خاصه بعد معناها ما تنحى رانييري وجاء المساعد نتاعو، قاعد يلعب شكسبير، قاعد يلعب تقريبا في كل المباريات، وشاهدناه معناها كيفاش تالق ضد لاتليتيكو مدريد في مباريات الشامبيونز ليج اخر ماتش لعب. باش نحاولوا نحطوا معناها لو باكي على سخير اللي متالق ايضا، سي ميليو ريكوبيراتور يلعب دوفون لا ديفونس، يلعب مع مونبولي، نحاولوا ايضا نقربوا اكثر من بين يدر، معناها اللاعبين هذوما اللي باش يعطيو هذوما تو هذوما تو هذوما تو معناها قبل المباراه، قبل المباراه الحاسمه ولا لا؟ نحكي لك على تو، شوف نهايه موسم صعبه جدا، لكن هذوما بدينا معناها ندخلوا ونتكلموا شويه معاهم. لا تو انا قاعد معناها نحكي مع اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين معايا في الفتره القادمه، لانه تعرف معز علاش قلت لك متخوف من الفتره هذه. عندك مثلا عندي انا زوز يلعبوا في الشامبيونان تاع السعوديه، العكيشي والوسلاتي، الشامبيونان يوفى الجمعه الجايه. صحيح. يلزمك تعرف معناها باش نجيبهم بعد خمسة ايام يقعدوا يتدربوا، باش نعملوا ستاج اوفير. عندي شامبيونا في فرنسا يوفا لو 20 ولا لو 21، شامبيونا في انجلترا يوفا لو 23 ولا لو 24، معناها فترات متراوحه. الترجي والنجم والافريقي والنادي الصفاقسي باش يكونوا على ذمتي كان لو 6، خاطر 3 4 ساك دو 3 4 فما جورني افريكان الكاف من سوء حظنا، الفريق يلعب في المغرب والترجي يلعب في جنوب افريقيا، شوف وقتاش باش يلعبوا، ومن حسن حظنا النجم والنادي الرياضي الصفاقسي يلعبوا في تونس، معناها باش يكونوا موجودين لو لوندوما. عندي خمس ايام، معناها عندنا خمس ايام فقط باش نحضروا مباراه مصر. الجروب كامل الفني نتاعك. نعم. سمعنا فما
اسماء جديده. اي فما اسماء جديده قلت ما نجموش خليك ما نجمش نقول عليهم لانهم مرتبطين في انديه. لا في الاطار الفني. اي في الاطار الفني. اي في الاطار الفني ما نجمش نقول عليهم. فما لا فما شكون يدرب في البطوله يقول لك ينشطوا في البطوله ما نجمش نقول لك عليهم. سي وديع معناها باش يتصل كان ما اتصلش برؤساء النوادي نتاعهم. يلعب بلاي اوف ولا بلاي اوت؟ لا على الاقل نعاونك انا بلاي اوت. بلاي اوت بلاي اوت نجم يكون بلاي اوف علاش لا؟ لا بلاي اوت كانش باش تزيد اللي فيه اللي انا عارف انا ما فيهمش هذا البلاي اوت. مازلنا مازلنا معناها الايام القليله القادمه معناها بور نو با بيرتوربي خاطر الناس تخدم على روحها. غدوه عندنا بلاي اوت بعد غدوه عندنا بلاي اوف سي دي ماتش امبورتون سواء بور لو تيتر سواء بور لو مانتيان معناها ما نحبوش ندخلوا فوالا الناس مركزه فهمت معز. مهم برشا انه نبيل ولو عنده اسماء يتحفظ بها باش ما يقولش بها باش يخلي جارد ستابيليتي خاطر هذا حق شرعي بالنسبه لل هو باش يخلي الموجودين ويزيد عليهم هذول حسب فهمت اليوم عندهم عقود زوج مدربين اخرين باش ما يشوش عليهم معز ممكن لكن اللي مهم اكثر ممكن اكثر لكن اللي هو مهم خاطر باش نعملوا زاد اون سيلول دو معناها دو فيزيوناج اون سيلول باش تتلهى بليزيكسباتري باللاعبين اللي ينشطوا لبرا خاطر هذه اهم عنصر بالنسبه لي انا بالنسبه للمستقبل المنتخب خاطر علاش ما تكونش عندنا لي تراديسيون اللي موجوده في الجزائر والمغرب علاش هما عندهم ديما برشا ملاعبيه عندنا ملاعب يعرف يلعب في السويد عندنا ملاعب يلعب في الدنمارك كريم مراد اي عندنا برشا ملاعبيه معناها ويزمنا من الصغرى معناها نسمع من عرف يلعب في الانجلترا معناها ديلان الوليد هذا اللي جاء اخر مره مستقبل حاليا ملعب 21 ماتش تقريبا ولا اكثر من بدايه الموسم لحد الان ومطلوب تقريبا في كل الفرق اللي موجوده في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الليك اون توا معناها عندنا برشا ملاعبيه هذوما سير فتحي سير فتحي خاطر سير فتحي لا جوست لحظه برك لي دو جوار خاطر الشامبيونا توفى في نوفمبر دونك تلقاهم اون بلان كومبيتيسيون كانوا باهيين ونجموا يعاونوا فوالا بالله يا نبيل مثال شاو كمعز قال لك شكرناك في غيابك وانا قلت وقتها في انا غادي كم ونبيل يحضر يقرأ الليل يسهر ما جاء معانا كان كيكمل وخذا شاهدوا دونك قلنا فيك كلام باهي لكن ملاحظة في أول حصة أنا قلقتني شوية يعني الحقيقة للأمانة وبرشا ناس ربما كي سمعتها ربما تعلق عليها وأن نشوف المنتخب الليبي يلعب في تونس ويدز معانا المنتخب الليبي وربما يجي جماهير كلام هذا نقولوه احنا في الأوف أنا في النجم نحكي فيه ولكن ناش تخمم أنا ماذا بيا نربح أنا مقابلتي الكل ما نستنى حد شيء ما نستناش من ليبيا جي غينيا تلعب معها في تونس باش ندزوا معها باش كذا أو جي الكونغو أنا ماذا بيا المهم هذا فتحي مش مهم لا سمح كي نبداو نلعبوا في في في, في تورنوا أنا نحكي أنا نعطيك كولا لوبي أنا ميسيرش نعطيك رأي خلينا ما نحبش تونس تمشي باهيش ولكن أنا نقول لك عند الرأي العام هاو بديناها انا كذا نعملوا على الاخرين خويا انا ماذا بيا نعمل على روح ماذا بيا انا نربح كل المقابلات انا شبيك خذيت لك شطر الكلام انت ما خذيتش شطر الكلام الثاني انا شنو كنت نقول مع معز تو قلت لوبجيكتيف نتاعنا 4 بوان في لي دو بروشان ماتش اذا كان جبت 4 بوان مانيش باش نقعد نخمم الاخرين لكن فتحي انت تلعب الكوره وتعرف الكوره انا يلزمك تاخذ المعطيات الكل معاك انا مانيش باش معناها مانيش باش نقعد نجاوب في كل الافكار المعطيات الكل السبورتيف والاكسترا سبورتيف الكل لازمني نقرا له حساب وانا مانيش نلعب وحدي انا احنا اربعه في المجموعه انا لا قدر الله تنجم تعطل لي غينيا مش الكونغو نلعبها في غينيا لا خلنا بس سامحني صادق نعطيك حاجه مهمه الكونغو ربحت غينيا في غينيا وغينيا غفصت الكونغو كنت تذكرت الاهداف ربحت الاهداف جاو على اثر معناها غلطات دفاعيه سهله وهذاك اللي خوفني راهو ماتش غينيا اللي خسرته مع الكونغو دونك اللي يلزمني نقرا انه حساب انه ممكن ليبيا تعطل غينيا ليبيا ممكن تعطل الكونغو لكن انا نرجع مع نبيل لو سمعتني قلت لوبجيكتيف نتاعي 4 بوان مينيموم قبل ما نرجعوا نبيل نحكي مع المنتخب الوطني ادخل نعديو المباريات اللي بقاو نرجعوا نقعدوا نحكيوا على المنتخب الوطني لتوالو سي اس اس كوتي توالي عشكم كلاسيكو ليتوال والسي اس اس مقابلة كثر عليها الكلام بعد أحداث الذهاب لكن وعكس التوقعات 90 دقيقة تتعدى في أحسن الظروف اليوم احنا فرحانين اللي أمنيا تنظيميا كل شيء تعدى لباس أعطينا صورة
احسن ما تكون للرياضه التونسيه. الماتش اللي غاب فيه جمهور السي اس اس تماما كان فيه جمهور ليتوال حاضر بقوه ومثل نقطه قوه الفريق طيله 90 دقيقه. على 3 بوان ليتوال ان شاء الله يكون اليوم الوسط مريقل دونك ما دام عنا عمار جمال رجعنا دونك سافا قدرة 3-3 بلاش ليتوال والاولاد جيبا والاحمر ولا كوستا اليوم مربوحه ان شاء الله. تشكيلة ليتوال تسجل رجوع كل من عمار جمال وحمزه الاحمر الاحمر بن عمر كشريدة ثيلوث قدموا إضافة كبيرة وافتكوا وسط الميدان طيلة 45 دقيقة أفضل في الثنائيات في كل مرة خاصة الشاب وجدي كشريدة اللي كان نشيط وتألق على مستوى الدفاع قام بدوره كما يجب من خلال البلان الأولاني والحقيقة أنا بكو لو فيليسيتي بهذا التقدم والتطور من مباراة إلى أخرى لاعب جينيرو يعطي ليفور برشا وفي وسط الميدان إلي تري فور النجم اللي ضغط على منافسه يتحصر في الدقيقة 15 على ضربة جزاء أتاك من جهة اليسار غازي عبد الرزاق يوزع مريح يتدخل والحكم محرز المالكي يزفر ضربة جزاء حمزة الأحمر يتولى التنفيذ وينجح في تسجيل أولى الأهداف في المقابلة والثامن ليه في الموسم هذا في آخر دقائق الميتون لول فرصة التعديل تجي للسي اس اس كريم العواضي أمام تنفيذ ضربة جزاء إلا أنه الحظ يقف إلى جانب النجم دوزيام ميتون يبدأه النجم بالكالي بانغورا بلاست عليا لبريغي شانجمون يخلي ليتوال تلعب بأكثر عمق هجومي خاصة بإضافة بانغورا في الأتاك وقيامه بالتغطية في وسط الميدان في الكرة الثانية احتفظ على الكرة في ساقيه وعرف كيفاش يخلي أصحابه يخلطوا عليه ثانيا في مراوغاته كان واضح وسلط تمريرات حاسمة كنا نجمو نسجلوا بهم الضغط يخلي ليتوال تخلق أكثر عدد من الفرص مقارنة بالشوط الأول لكن التركيز غاب على الملاعبين وخاصة ديوغو أكوستا في أكثر من مرة دقيقة 58 أكوستا يتحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من المدافع نفس اللاعب في التنفيذ لكنه ما ينجحش في تسجيل الثاني للإتوال بعد إضاعة ضربة الجزاء الإتوال كان قريب من تسجيل البونتو الثاني لكن ضياع الفرص ما منعش النجم من انتصار مهم يشدد به الملاحقة على الترجي كنا عارفين باش تكون مقابلة صعيبة مام ذهنيا حضرنا كما يلزم حكينا مع بعضنا أكثر معناها كلاعبين باش نحاولوا نركزوا في الملعب فقط كنا ناضجين تكتيكيا كنا واقفين كنا نلعب بقل خطورة بقل الضرار معناها اللي تجي سايبها فيسع وكتعرف السي اس اس طلب على حد شيء ونحن نلعبوا على الشامبيونات نصر نقدر نحكي معاه على نبيل معلول كنت باش تاخذ الكلمة صحيح أول حاجة أنا تو صادق كنهار شفته في فيديو في نجمة حاجات اللي جاب زياد الجزيري يعمل في انترفيو وكل ما يعمل انترفيو يصلح له معناتها ولا مش يصلح ما يتدخل معناتها تو نشوف فيه مع نبيل كل مره الى الانترفيو حتى مع نبيل قاعد حتى مع نبيل قاعد للمداعبه بالك يحب يولي طبيب بالمنتخب يحب يولي طبيب يدرجني حكايتك طبيب المنتخب يولي طبيب لو يحزن هو في السيليول بالنسبه لنبيل معلول تاع سكاوتينغ رجعت عليك وصورك النرويجيه بالنسبه لنبيل معلول حسب اعتقادي انا نبيل معلول عنده من التجربه وعندهم الكفاءة اللي اليوم في المرحلة الانتقالية هذه باش ينجم ياخذ المنتخب في وضع حساس وفي وقت حساس لكن زاد عنده مسؤولية كبيرة اللي اليوم المنتخب واحنا كنا كرياضيين نستناو في انجاز اللي غاب علينا ترشح لكأس العالم في وقت حساس معناتها الحاجة اللي باهي في نبيل ملي صح العقد نتاعو ديجا باش العمل نتاعو في اتصاله اللاعبين في وين باش يخوض المباريات نتاعو وهذا مهم برشا اليوم ربح الوقت في مرحله كيما هذه مرحله حساسه يكون مهم للناخب الوطني باش ما نضيعوش وقت وهذا اليوم يمكن اختيار نبيل معلول علاش نقولوا اختيار ايجابي خاطر مرحله حساسه ومطالب في اسرع وقت ممكن باش نبيل شنو يخليك متاكد من ترشح كاس العالم سألتك سؤال كل مرة جاوبني تقول لي باش نترشحوا والله متفائل عنا معناها الظروف مغايرة تماما فما على 2013 برشا ما عادش فما صراعات كبيرة ما عادش فما تشنج كبير وفما ماتير بريمير خي بالضبط بالضبط الصراعات موجودة والتشنج موجود ما فهمتش كيفاش مش موجود لا نحكي على مستوى المنتخب أنا مستوى الإدارة المنتخب أي وقت تعرف وقت اللي كان موجود معناها وزارة والجامعة التشنجات اللي كانت موجوده ما نحبش مش لازم نرجع لهم اللي فات مات لكن اهم شيء يعطينا المستقبل النوعيه كما قال الماتر معناها
فما ناس عملت معناها برشا اكسبيريونس ولات نضجت برشا، عندنا لاعبين على مستوى عالي القدام نوجعوا القدام اللي ما كانوش ما كناش نوجعوا قبل، معناها كنا نحوسوا في اتاكون واحد توا عندنا ثلاثه ما شاء الله واكثر ممكن، معناها الاختيار خنيسي اون سوبر فورم، العكاشي اون سوبر فورم، الحرباوي اون سوبر فورم بور نو سيتي، معناها كان ثلاثه الثلاثه هذوما معناها توا ممكن قبل اون 2013 كنت حاير باش نلقى التشكيل الاساسيه، توا حاير معناها شكون باش نكون موجود، موجوده الكاليتي موجوده في الخط الخلفي في خط وسط التيران تراشي هذا يصعب وفي الخط يصعب يصعب مأموريتك على الخط. لا جيب ريفير هكا خير بعد ماش عندك ما تقول ما لقيتش ملاعبيه ولا ما لقيتش كذا، حسب ما قلت جامعه تونسيه لكره القدم اعطيتك كل الظروف الباهيه، اليوم عندك ملاعبيه باهين ما ثماش بعد حتى عذر انك ما نترشحوش. لا ما ثم حتى مبرر، معناها توا الكوره عندنا احنا كإطار فني يلزمنا نحاولوا نعملوا الماكسيموم تاعنا، صعيبه صافيت تري ديفيسيل خاطر الكونغو معز نعاودها تو من افضل المنتخبات اللي موجوده في كاس امم افريقيا الماضيه، فما خمسه لاعبين فقط ينشطوا، ثلاثه من مازيمبي واثنين من فيتا، البقيه الكل ينشطوا لبرا، ثمانيه منهم معناها في اربعه في البريمير ليج واربعه معناها في الدرجه الثانيه في 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 فرنسا في المانيا. ثلاثه نتاع مازيمبي مشاو لبلجيكا معناها لاعبين على مستوى المعلومة والله يدك صحة والله يدك صحة والله بالحق يدك صحة كتبها في هذه الكل يدك صحة نعرفهم سبحان الله موهبة موهبة من عند ربي عبد الله من عالمي خاكملك مهمة جدا معناها في الماتش ميكال الاخراني اللي لعبوا نقصوا ولو ثلاثة لاعبين باركة فقط ينشطوا في البطولة متاع الكونغو، اثنين مازيمبي واحد فيتا، لكن فما حاجة بوزيتيف اللي هي مهمة جدا من حسن حظنا ايضا انه فريق فيتا موجود في المجموعه اللي فيها الترجي الرياضي التونسي، المدرب هو نفسه نتاع المنتخب يدرب في فيتا في نفس الوقت، والملعب اللي باش يلعب عليه الترجي شهر ونص قبل ما يلعب عليه او شهرين قبل ما يلعب عليه المنتخب، يعني فرصه لينا باش نشوفوا الملعب باش نشوفوا اللاعبين ونقربوا اكثر للتفكير التكتيكي. قبل ما نجيكم تسالوا نبيل سي اس اس والليتوال من ناحيه النادي الرياضي الصفاقسي هذه المره. التحول دون جمهور الملعب سوسة كان هذا قرار هيئة النادي الصفاقسي قبل مباراة الكلاسيكو، وهذا اللي صار، الجمهور غاب رغم أنه هيئة الإتوال وفرت 200 تذكرة أحباء سي اس اس. حضرنا لها 200 تذكرة للنادي الرياضي الصفاقسي لمباراة النجم راد الساحل للنادي الصفاقسي، ولم يأتي بعد أي من الجماهير اي حد من الجماهير، يعني كما قالوا هما دعاوا الجماهير باش ما تجيش، هذا اللي صار اليوم 200 تذكره كما هما قاعد كما هما قاعدوا ما تبعت حتى تسخن منها، معنا انا في الانتظار. والله مشكور جمهور نادي الرياضي الصفاقسي اللي استجاب للهيئه الطلب نتاع الهيئه المديره، تعرف انت الاجواء معناتها مشحونه برشا، لكن كنا معناتها طلبنا احنا بال يعني المعامله بالمثل، احنا كما عملناه في صفاقس ولو ان عندنا الحق وبعثونا مشكورين، لكن احنا اتخذنا القرار باش نمشيو نتحولوا ثلاثه مسؤولين، وهذاك هو اللي صار اليوم، تحولنا بثلاثه مسؤولين. النادي الصفاقسي ادخل المباراه من اجل عوده تحقيق الانتصار، انتصار غاب عليه في اربع جولات، وقبل الماتش واحد من بين ابرز الملاعبين في الفريق علاء الدين المرزوقي يغيب بسبب بليسا، والنتيجه غياب الفورمه خاصه هجوميه، فقط بعض المحاولات عن طريق العمدوني الحناشي وندوي اللي فوت على فريقه فرصه تسجيل بونتو التعادل بعد الاسبقيه اللي خذاها النجم. كنا نجم ماركيو بالاريتي الاولى نتاع العمدوني من بعد ندوي بالنسبه لي ياسر من ضربه الجزاء دو كونتر جارديان عمل الشوا الغلط لعب اكثر انديفيديوال روحه. سي اس اس كان قريب برشا من التعديل، حمزه المثلوثي يتحصل على ضربه جزاء اخر الشوط الاول، لكن كريم العواضي ما ينجحش في تعويض تاخر فريقه في النتيجة. بلانتي ضاعت، سالي سامحوني اصحابي سامحوني الجمهور، وان شاء الله القادم افضل كا هذول حبيت نحطها معنا كما قلت انت نصيرها في الوسط الفوق، اعطيتها فرصه اكثر من اللازم وجيت لبرا كا. الشوط الثاني كان فيه نادي صفاقسي خارج الموضوع،
كان ينجم يقبل هدف ثاني، وحتى التغييرات اللي قام بها الإطار الفني ما قدمتش لذا، خاصة دخول حسام الويتي مكان العمدوني، الويتي اللي تركب دوره مكانه الحسام الحبس. تغيير اطرح نقطة استفهام. عملنا شواب بديت ما عطاش اللي حشنا بيه، وعاودنا عملنا شواب موسى ريف من كبرواز زادة لازم نستحفظوا عليه، نجم يعاونا في ماتشات أخرين. كلاسيكو رقم 124 يوفى بهزيمة السي اس اس، هي الثالثة ليه في 7 جولات، المرة هذه ضد النجم اللي كان أفضل طيلة 90 دقيقة. في ماتشات كبار كيف هكا معناها ما تجيكش برشا فرص، تجيك زوز ثلاثة. على غالب هذيك الكرة نخدموا على رواحنا، مازالوا قدامنا 3 ماتشات أخرين، وعندنا المجموعات معناها في الكاف، إن شاء الله قلت ربي جاي يكون خير إن شاء الله. ما تنجمش في نيفو كيما هكا تلعب على تلعب باش تخلط على المتبارين معناها الاولانيين نتاعك لي كونكورون ديريكت نتاعك باش تخلط عليهم، ما تنجمش تخلط بالنيفو هذايا. معناها حسره كبيره، خاطر ماتش كان كنا نجمو نعملوا خير من هكا، كنا نجمو نروحوا على الاقل بنقطه تعادل. خالد كنت باش تاخذ الكلمه. لا جوست على المنتخب وكاليفيكاسيون للكوب دي موند راهو سا سو بريبار، وميم طون لازم برشا تضحيات، لان التضحيات بصراحه من الملاعبيه سورتو خاطر توا السيزون تاعهم قريب توفى، الناس الكل تخم في الفاكونس، وفما حاجه مهمه راهو اللي راهي كوب دي موند، مش كلهم باش يلعب كوب دي موند، راه تنجم في كارير واحد يلعب مره ونجم ما يلعبش، دونك لازمها برشا تضحيه بصراحه. خلي الصيف هذايا مش لازم يكون فيه عطله كبيره ياسر، نجم فما حاجه معقوله، خاطر من بعد راهو اهم ممكن المعضله الكبيره نتاع الستاف تكنيك انه باش يحط الناس الكل فرد نيفو ميزانيفو. صحيح هذا صحيح مشكله كبيره، ممكن هذا اللي ممكن المشكل نتاع ميزانيفو ساعه في الفتره هذه خالد، لانه لي شامبيونا باش يتفاو اوقات متفاوته باش يوفاو كل واحد وقتاش باش يوفالك باش تعمل، وعندك اللاعبين اللي ينشطوا في تونس باش يجوك معناها ابارتير دو 5، هذه ميزه نيفو. والميزه نيفو الثانيه نتاع السيزون الجايه، خاطر السيزون الجايه باش يجوك من بريباراسيون تحضير بدايه موسم، فما اللي باش يجيك من غير ماتشوات بماتشوات اميكو فقط مازال الشامبيونان ما بداتش، وفما اللي باش يجيك عنده برشا ماتشوات خاصه وناخذ هنا 6 ماتشوات كافو تشامبيونز ليغ بالنسبه للافريقي والنجم الساحلي، لا بالنسبه للترجي كان بيشارك في الكوباراب دو 20 او 5 جويي، معناها تعب اخر وماتشوات اخرين، هذا الكل لازمك تقرا له حساب وانت باش تعمل ميزا نيفو ويكونوا اللاعبين الكل جاهزين بور لو 28، وانت قبل لو 28 عندك 5 ايام فقط باش تحضروا، يعني الخدمه اللي باش تكون في السيف كبيره برشا. فاش كبيره؟ في متابعه اللاعبين وحثهم باش يعملوا بريباراسيون باهيه، باش يكونوا متواجدين في التحضيرات ويكونوا يعملوا التحضيرات سيريو، خاطر كيما يقول خالد مره واحده تلعب كوب دي موند، انا ما لعبتش كوب دي موند، عملت كارير عندي 10 معناها 20 تيتر منهم 10 شامبيونان، ما لعبتش كوب دي موند، تقعد لك حسره في قلبك. معناها سي تري امبورتون دو جوي كوب دي موند، معناها اول حاجه تحطها انت في السي في نتاعك لعبت كاس عالم، تتبدل كارير جدا ولعب كوب دي موند، فهمت فالور مارشاند نتاعو تطلع بعد. سي تري امبورتون، معناها يلزم اللاعبين يضحيوا معنا ويعملوا تحضيرات تكون متميزه جدا. هذا من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه تعرف اللي يعني نقطه ضعف المنتخب نتاعنا مع اوري كاسبرجاك كانت المنظومه الدفاعيه. ما نقولش خط الدفاع، المنظومه الدفاعيه. الجماعيه. اي منظومه كامله. تشوف اللي الوقت يكفي باش نصلحوا المنظومه الدفاعيه، من هنا شهر ماي بركة عندنا براتيكمون، معناها الوقت قصير برشا. حاجه الاولى، حاجه ثانيه مع المنتخب مع مسيو كاسبرجاك يعني كان اغلب المدافعين اللي يلعبوا خاصه في المحور كانوا لاعبين ناقصين جاهزيه، وهذه نقطه من نقاط زاد الضعف نتاعنا. اسكو اللاعبين اللي ناقصين جاهزيه باش يكون عندهم مكان في الفريق مهما كانت اسمائهم، والا الحاضر هو اللي يلعب، الجاهز هو اللي يلعب، والا نجموا راهو نوفقوا ما بين الاثنين. الاسماء مامبورت بو، انا باش نعطيك دوز اكزامبل وجدي مهمين جدا. عندنا لاعب مش جاهز معناها عمل كان معناها ولو معناها نحكي على ايمن اللي هو مهم جدا وكنت باتصال معاه البارح، مهم جدا للمنتخب وان شاء الله باش يكون موجود لانه عنده اصابه في ليزيسكيو جومبي ويلعب في الليغا، معناها ما عندناش برشا ملاعبين احنا يلعبوا في الليغا ومهم جدا، واللي قلته في الكونفرنس باش نعاود نقوله توا معز لو تسمح، عم ناور في الوقت هذا ايمن مطلوب من احسن فرق اللي موجوده في اوروبا بالمسيره اللي عملها مع موناكو في الشامبيونز ليغ، وعمل مباريات كبيره حتى في مبارياته ضد معناها في الشامبيونات دو فرانس.
الموسم هذا تعرض الى عده اصابات، تعرض الى مشاكل مع فريقه ما تاقلمش، يلزمنا نمدوا له يد مساعده خاطر عنصر مهم جدا بالنسبه للمنتخب التونسي لكره القدم. من ناحيه اخرى فما لاعب اخر قبل الكان ما كانش يلعب ولا تيتولير بعد الكان اللي هو سيان بن يوسف، وعمل كان محترمه جدا. معناها هنا جوست حبيت نوضح لك انه الجاهزيه مهمه خاصه في مبارياتنا القادمه، مهمه جدا انه اللاعب يكون كومبيتيتيف ويكون يشارك باستمرار، لكن ماهيش معناها الخطر لا كاليتي اي تروب امبورطونت. الاكسبيريونس الخبره مهمه جدا، الخبره معناها في الماتشات نتاع الافريق خاطر مغايرين تماما، راهو مش كيما تعمل اون فاز فينال دو كوب دافريك التعامل نتاعك مع المباريات كيما تعمل تلعب في ماتش اي اليمناسيون ديريكت، معناها مغايره تماما في تعاملك معها انت كمدرب وفي تفكيرك وفي تحذيرك لها. بالنسبه للمنظومه صحيح عندنا مشكل في التنشيط الدفاعي الجماعي نتاعنا في المنتخب، هذا اللي باش نحاولوا نصلحوه، ما عندناش الوقت لكن باش نحاولوا نصلحوه من ناحيه الاجتماعات انديفيديوالمون بار كومبارتيمون ديفونسيف ديفونس ميليو اتاك. وكيما معناها تعود خالد يعرف انا عندي معناها في الفلسفه تقريبا كل المدربين او جل المدربين بالنسبه لي انا كل واحد مسؤول انه باش يدافع، تبدا من المهاجم الاولاني حتى الراس اللي ما يشاركش في المنظومة الدفاعية، خاطر إذا كان لا تكون مشاركش منظومة دفاعية باش يصعب الأمور على الميليو تيرا، إذا كان الميليو تيرا يتقاس باش يصعب الأمور على الخط الخلفي، هذه معناهاش هذاك علاش تقول خاصة في المنتخب وسيتا ماتش دو كوب، بالنسبة لي نحن سيتا معناها مهمة نتاع كوموندوس، مهمة نتاع كاميكاز اللي لازم ننجحوا فيها جماعية مش انديفيديوال. واضح، المقابلة الأخرانية بشوفوها نجم تلاوي اتحاد بن قردين وبعد نرجعوا نكملوا معنا بين معلول. مباراة نجم المتلوي واتحاد بن قردين، مقابلة يسبقها تكريم نجم المتلوي المدرب السابق شكري الخطوي. مباراة يدخلها الاتحاد بأمل تحقيق أول فيكتوار في البلايوف وفريق المتلوي من أجل عودة للانتصارات بعد ثلاثة هزايم متتالية. في الميتون لو اتحاد بن قردين كان خير، الاتحاد يصنع في 45 دقيقة أول عدد من الفرص لكنه ما ينجحش في التسجيل. أول فرصة كانت عن طريق كوليبالي تسديدة في 18 لكن فؤاد التيمومي بعدها. أربعة دقائق بعد مارسيال كواسي حاول من جهته لكن السويسي موجود وحتى كرة كوليبالي كانت بعيدة على الجول. الاتحاد يواصل ضغطه، مدافع نجم المتلوي أيمن العياري يغلط، حمزة سلامة يستغل الخطأ يدخل لـ 18 يسدد بالقوي وبيلي السويسي يتصدى مرة أخرى بكل براعة. شوط واصل فيه الاتحاد صنع الفرص لكنه عجز على افتتاح النتيجة، الأمر اللي نجح فيه نجم المتلوي في دقيقة 36 بلاريتي من محمد علي بن حمودة تضرب في العارضة جي قدام فهمي المعواني اللي سجل اللول للمتلوي. في الدوزيام ميتون الأفضلية كانت النجم المتلوي، أول فرصة بعد أربعة دقائق لعب أسامة البحراوي يوزع ومحمد علي بن حمودة يزيد الثاني للمتلوي. في الوقت اللي غاب فيه رد الاتحاد بن حمودة كان قريب من تسجيل الهدف الثالث في المباراة والثاني لي عبر رأسية في الدقيقة 62 لكنها تمر فوق العارضة. رد فعل اتحاد بن قردين ما كانش قوي، دقيقة 72 كرة ثابتة، بلال الخفيفي سدد وكورته تمر بجنب القاية. الباقي من المباراة غاب فيه الفرص باش توفى بانتصار نجم المتلوي 2-2، نتيجة تخليه يرجع من جديد للانتصارات في حين مازال الاتحاد يلوج على أول فيكتوار في البلاي أوف. الشوط الأول قدمنا أداء ممتاز وبصراحة معناتها الفرص واضحة كانت الاتحاد بن قردان ما سجلناش اللي ما يسجلش في الفوتبول اللي يقبل وكي يقبل سي توتافي نورمال باش تصعب عليه المباراة. نجم المتلوي يشتغل على كرة ثابتة سجل، سي الفوتبول اللي ما يسجلش ما ينجمش ينتصر. مبروك النجم المتلوي واتحاد بن قردان، يلا نكملوا معناتها الزوز ثلاثة مباريات اللي نبنيو عليهم على مباراة الكاس. تعاملنا بذكاء بصراحة مع المباراة، تعرف الظروف اللي سبقت المباراة كانت ظروف صعيبة برشا، يعني أسبوع كامل تقريبا عملنا ما نقولش زوز حصص حصة ونصف، دونك على المستوى هذا أكيد كنا على المستوى البدني كنا متخوفين، لعبنا بذكاء بالرغم أنه ما كناش باهيين في اللونتام. الحاجة الباهية في المومون فور الدفاع كان واقف وخاصة الحارس، وأول ما سجلنا الهدف أعطانا أكثر يعني دفعة خاصة على المستوى ذهني النزاد ديبلوكي. دونك برافو اللاعبين رغم لي دولور اللي عايشين فيها، رغم الازمه الماديه الكبيره، رغم الشد الذهني، اليوم كانوا رجال وظهروا انه نجم تلوي اذا موجود في البلاي اوف واليوم موجود في المركز الرابع راهو استحقاق كبير خاصه للاعبين.
قبل ما نعطيك كلمة الختام نبيل باش ناخذ الهاتف تدخل من زميل منذر جبنياني مستشار وزير شؤون الشباب والرياضة. منذر مساء الخير. أهلا وسهلا بك ومرحبا بكل ضيوفك وتحية لمدربنا الوطني نبيل معلول. مرحبا يا منذر. شكرا. حبيت فقط نرجع على ما تم إثارته بالنسبة للتصريح اللي قامت به السيدة وزير شؤون الشباب والرياضة، وأرجو باش نقعدوا باقي في المجال الرياضي. يعني نحن خذينا كلمة الإرهاب الرياضي وحطيناها على المنطق الحالي. كلمة الإرهاب الرياضي كما الإرهاب الفكري هي ألفاظ جاءت قبل الإرهاب بالمفهوم اللي نعرفوه اليوم. كي نشوفوا الآثار على العنف اللي صار، كي نشوفوا الجروح، كي نشوفوا الخسائر المادية والبشرية قبلها، ما نجموش نقعدوا ونقولوا هذا مش إرهاب رياضي، هذا مش يخوفنا. ما نخرجوش الكلمة من سياقها. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، لم يكن النادي الإفريقي هو المقصود اللي قصدته الوزيرة، والناس الكل نعرفوه، اللي كل ما ثم أعمال عنف اللي تصير باقي ثم مجموعة وبعد ديناميك دفول وجمهور كل يدخل بهوش عارف هو يقوم بالعنف هذاك. هذاك علاش حبيت اليوم نطلب باش نتشاركوا الناس الكل في مقاومة ظاهرة العنف، وما تزيدوش نعطيه للمشكلة يعني أبعاد ما تستحقهاش. ما ثم حتى بعد سياسي، وإلا جمعية كما نادي إفريقي هي يعني محمولة على الخطأ اللي صار هذا. واضح. شكرا لك منذر جبناني على هذا التدخل وعلى هذا التوضيح. نعطيك كلمة الختام نبيل في الزوج دقائق. والله في مباراة النجم الساحلي والنادي الرياضي صفاقسي، معناها شفت لاعبين نجم الرياضي الساحلي حاطين صورة على صدرهم. سألت سادة قلت له شنو هي الصورة هذه، قال لي راهو بنت اللاعب السابق عايشة، بنت هذه معناها الله يرحمها أولا مهدي مرياح، وبادرة معناها متميزة جدا. نفس الافريقي زاد نفس الشيء، ما شفتهاش معناها انا من خاطر ما وريناش من الاول لعب في الافريقي. اللاعبين زاد نادي الافريقي خاطر ما وريناش رونتري دي جوار نتاع نادي الافريقي. هذاك علاش بادره طيبه من اداره الافريقي ومن اداره النجم الرياضي الساحلي ومن اللاعب الافريقي ومن لاعبي النجم الرياضي الساحلي، خاطر هذا شيء مهم جدا وفي كره القدم ما يبقى كان هذا. واضح. شكرا لك نبيل معلول منتخب مدرب المنتخب الوطني، والكلمه الزيده الخارجه الناخب الوطني. حظ سعيد ان شاء الله تهزنا لروسيا حبا فيك في المنتخب، حبا في روسيا، خاطر الجماعه تحس مشي تعمل حصه من روسيا غادي ايمت كاس العالم. كاس العالم يحبوا يمشيوا لروسيا الجماعه غادي ان شاء الله. عندي وشاير كان. شكرا لك مره اخرى للمعلول فتحي. شكرا لك خالد كيف كيف، وزي كيف كيف، صادق كيف كيف. ناصر سامحني معز على اداني بي نتاع حمام لنف، سامحني نسيت من بكري. انتصروا اليوم بركائز تونس ضد الملعب التونسي 6-0، يعطيهم الصحة. هما والنجم الرياضي الساحلي والترجي التونسي في كرة الطائرة اللي نحبها برشا، النجم انتصر بالبطولة والترجي انتصر بالكاس، فهنيئا ليهم ومزيد من حظ وافر لباقي الفرق. نتلقاو نهار الخميس في 9:00 مساء هوني الوقت. نتمنى لكم أوقات طيبة على قناة 9 على خير.